مساء الخير عليكم مشاهدينا، رمضان كريم يا رب ينعاد عليكم بالخير والبركة. أكيد اليوم حنبدياكم حلقة جديدة من بات لايف. للمشاركة بالبرنامج من خلال أرقام هواتفنا اللي دائما تظهر أسفل الشاشة، صرتوا تعرفون تقريبا قوانين اللعبة. بالبداية نعرض عليكم قصة المثل، وانت بدورك تقول لي شنو هو المثل الصحيح الراجع للقصة، وبعدها نلعب وياكم بات. هالمرة مو بس أسمعكم، حشوفكم وأسمعكم. رصيدكم هو 500 دولار، وعدكم 3 وسائل مساعدة. نتمنى أكيد حلقة اليوم الكل يكون رابح ويانا وماكو أي خسارة على بركة الله. ونستقبل أول اتصال ويانا. مساء الخير، رمضان كريم. مساء الخير رمضان كريم. مساء الخير ست هيفاء. فاروق والوالدة أم فاروق وياي صح؟ وليد وليد، نعم. مساء الخير رمضان كريم وليد. مساء الخير علي ستيفاء. والدتك هاي صح؟ نعم والدتي. يلا خلي نشوف هاي شوية تكون قريبة عليك حتى تكون يعني الصورة واضحة أكثر. مساء الخير. نعم. الله رمضان كريم. أهلاً وسهلاً، رمضان كريم، كل عام وانت ألف ألف خير. وانت بألف خير. شلونكم بالبات؟ إن شاء الله زين. إن شاء الله زين. زينين؟ ان شاء الله. منين تتصلون علينا؟ من بغداد العظميه. من العظميه، ما شاء الله الاتصالات اغلبها من العظميه. دائما يقولون الاجواء هناك كلش حلوه، وبكل مناسبه يسوون فد يعني تغطيه شكل او يلعبون فد لعبه مختلفه. فهل رمضان هذا يلعبون بات؟ صح، يلعبون بات اغلب هاي المناطق. ها يلعبون بات؟ نعم بس قله، يعني مو مثل قبل يعني ديش السنوات اللي فاتت. يقولون بعد كم يوم اتوقع مدري صارت اكو لعبه كبيره مال بات بالملعب، حتكون حتشاركون بها لو لا؟ والله ان شاء الله نشارك، بس اعتقد وحدي يعني مو هيك. اكيد يلا حنبلش اللعب. قبل لنبيت البات خليني اعرض عليكم قصه المثل وتقولي شنو هو المثل الصحيح الراجع للقصه. مستعدين؟ ان شاء الله. يلا. يقول لك طفل جاب له أبوه عصفور وقال له بالك يطير، ربط رجله بخيط وحب يشوف شلون يطير، فلت من إيده الخيط وراح العصفور، والخوف من الولد عقابه شلون حيصير. شنو هو المثل الصحيح؟ ساعديني شوية ستيفا. راح الخيط والعصفور صح؟ عافية عليكم، عبرتوا مرحلة المثل. هسه راح نبيت البات، هذا هو البات. خل تنزل الستارة حتى نبيت البات سوا. يلا نقول بسم الله. بسم الله. بات. رصدكم هو 500 دولار، وعدكم 3 وسائل مساعدة. يا عظم نبلش فيها ونفتحها أول شيء. بالله نبلش بإيدك. هاي إيدي إن شاء الله. يا هاي نفتحها ان شاء الله. نقول اليسرى نفتحها. هذه هي اليسرى نفتحها. اعتقد خفيفه. اكيد افتحها ان شاء الله. فتحيها ان شاء الله. عافية عليكم. يلا استمروا. بدايه حلوه. ان شاء الله رقم واحد نفتح. عظمه رقم واحد. اكيد ان شاء الله. اجابه نهائيه ان شاء الله. اجابه نهائيه. ام وليد خلينا نسمع صوتك. انت ويا وليد؟ ان شاء الله. ويا وليد ان شاء الله. نفتح عظمه رقم واحد ان شاء الله. الله الواحد. يلا نفتح عظمه رقم واحد وان شاء الله تطلع فارغه. بسم الله. تلعب وخش تلعب. عافية عليكم. جزيلا. ناخذ وسيله مساعده. نستخدم اول وسيله مساعده. الرصيد صار 400 دولار، والعظمه حتنفتح هي عظمه رقم ايدي اليمنى. خلصتوا من ايدي ان شاء الله. نفتح رقم 6. أكيد. شو تقولين؟ إجابة نهائية؟ أنا ما أعرف. بس أكيد يعني نفتحها؟ إن شاء الله نفتحها. إن شاء الله. يلا نفتح عظمة رقم 6 وإن شاء الله تطلع فارغة. بسم الله. تلعب وخش تلعب. عافية عليكم. استمروا. بقى الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة. اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. ناخذ وسيله مساعده.
نستخدم ثاني وسيلة مساعدة، الرصيد صار 300 دولار والعظمة حتنفتح، هي عظمة رقم نشوف يا عظمة راح تنفتح الأربعة. الأربعة. بقى الاثنين والثلاثة والخمسة وآخر وسيلة مساعدة. نفتح إن شاء الله رقم خمسة. نفتحها؟ نفتح رقم خمسة إن شاء الله. أكيد. المهم المشاركة إن شاء الله. إن شاء الله. يلا نفتح عظمة رقم خمسة وإن شاء الله تطلع فارغة بسم الله. تلعب وخوش تلعب. عافية عليكم. تلعبون وخوش تلعبون. وقت آخر عظمتين. بس قبل لا نجيب البات خليني ارحب بالمتصله اللي حتكون بعدكم. شيرين مساء الخير، رمضان كريم. مساء النور، رمضان كريم علينا وعليكم ستيفاء. كل عام وانتم بخير صحه وسلامه، شلونكم برمضان؟ والله الحمد لله يعني الحمد لله والشكر. زين شلونك بالبات؟ والله ما حالفني الحظ اول مره ستيفاء. اول مره تلعبين بات ويانا؟ لو اول مره بحياتك تلعبين بات بصوره عامه؟ لا هاي ثاني مرة ألعب وياكم، حاولت مرة ثانية. شو وقت أول مرة كانت؟ قبل كم يوم الحلقة التاسعة. ربحتي لو خسرتي؟ لا والله خسرت. الحمد لله أنه رجعت اتصلتي بنا مرة ثانية، لأني دائما أكد أي شخص يعني يخسر ويانا وما يربح يرجع يتصل بنا مرة ثانية وإن شاء الله أنه يربح ويانا بالحلقات القادمة. إن شاء الله حبيبي. راح اخليك وشويه وراجعين الك، بس خلينا نكمل ويا المتصل الاول وان شاء الله يا رب يربحون. بقت اخر عظمتين الاثنين والثلاثه ولازم هسه نجيب البات. منين راح نجيبه وليد؟ والله انت شنو رايكم؟ احنا ثلاثه ان شاء الله. ثلاثه شاكين بالثلاثه يعني نجيب البات من عظمه رقم ثلاثه ان شاء الله. يلا على كلام الحجيه. اكيد رصيدكم 300 دولار متفقين؟ اجابه نهائيه إن شاء الله. يلا نجيب البات من عظمة رقم ثلاثة بسم الله. بسم الله. ترجع باسم الشرقية. للأسف طلع البات بعظمة رقم اثنين المون ثلاثة. المون المشاركة. شكراً المشاركة. شكراً لكم وشكراً على هالمشاركة. أعتذر من عندكم. نتمنى ترجعون تتصلون بنا مرة ثانية وإن شاء الله تربحون معنا بالحلقات القادمة. هسا نرجع على المتصلة الثانية. مساء الخير من جديد. مساء الانوار على حبيبتي شيرين. للاسف المتصلين اول شيء يعني كان هو اول متصل بالحلقه للاسف خسر ويانا، فنتمنى انه انت تعوضين وتربحين ويانا وتعوضين المشاركه الاولى ايضا ان شاء الله. ان شاء الله. شيرين مستعده؟ نقول يا الله. شلونك بالامثال قبل البات؟ والله نشوف خالتي وياي ما نشوف. بس نفر واحد يمك؟ اي والله. يلا مو مشكله انا وياكم ان شاء الله حبيبي. يلا راح اعرض عليك قصه المثل وتقولي لي شنو هو المثل الصحيح. تمام. ام وجابت لعيالها سمك بني، كل من مد ايد واكل الا الصغير صافن ويغني. الام تساله ليش ما تاكل؟ يقول لها ما حد يفلس لي والسمك خلص غصب عني. شنو هو المثل الصحيح؟ ما شوية ساعدين ستيفا. اللي ياكل بضرسه ينفع نفسه. دائما انا اعطي اول كلمتين من المثل هم يكملوها لانه بصراحه حقهم. ترى شويه صعب الامثال ها، مو الكل اللي يكون حافظ الامثال صح. يلا شيرين هذا هو البات تشوفوه هياته، راح نبيته سوا ونقول بسم الله. يلا بسم الله. ونقول بات رصيدك هو 500 دولار وعندك ثلاث وسائل مساعدة، ست عظمات مال الكمبيوتر وإيدي اليمنى واليسرى. ست هيفاء أول شيء نفتح عظمة رقم اثنين اللي كان بها البات قبل شوية. أكيد نفتحها؟ إن شاء الله. يلا نفتح عظمة رقم اثنين وإن شاء الله تطلع فارغة بسم الله. تلعب. عافية عليك تلعبين بداية حلوة استمري. ست هيفاء نفتح رقم أربعة. أكيد.
إن شاء الله. يلا نفتح أضمة رقم 4 وإن شاء الله تطلع فارغة. بسم الله. تلعب وخوش تلعب. عافية علي. تتلعبين وخوش تلعبين. بقى الواحد والثلاثة والخمسة والستة وإيدي اليمنى واليسرى وثلاث وسائل مساعدة. أول شيء خلي نبدي بإيدك ست هيفاء. حياتي إيدي. إيدك اليمين أتوقع نفتحها. إيدي اليمنى نفتحها. إن شاء الله. أكيد نفتح إيدي اليمنى. ست هيفاء لا تخوفيني. أنا لازم أكد. خل أجي قريبة عليك. يلا نفتحها. أكيد. يلا بسم الله وافتحي. عافية عليك. طلعت فارغة. تلعب وخوش تلعب بقت... وخوش تلعب. تلعبين وخوش تلعبين. بقت إيدي اليسرى والواحد والثلاثة والخمسة والستة. هسا يا عظمة نفتحها. والله أنا أتوقع أنه ستة أفتحها، بس بين وبين بين وبينك شوية قلقة. عندك ثلاث وثلاثة، الواحد والثلاثة والخمسة والستة وإيدي اليسرى. إيدك اليسرى. نعم. إيدك اليسرى نفتحها ستيفا. أكيد. نفتح إيدي اليسرى أكيد. ايش تقولين انت ستيفا؟ نفتحها؟ يلا صيري شجاعة. افتحي يا حبيبتي. اكيد؟ ان شاء الله. يلا. عافية علي. تلعب وخوش تلعب. تمام، هسا ناخذ وسيلة مساعدة ستيفا. نستخدم أول وسيلة مساعدة. الرصيد صار العفو 400 دولار. والعظمة حتنفتح هي عظمة رقم 1. بقى الثلاثة والخمسة والستة. رصيدك هو 400 دولار. مبلغ حلو. شو تقولين أفتح رقم؟ والله الستة أنا أحب أفتح الستة، بس خسرت الأولانية شوية. خلتني أتراجع. ليش بالبداية كان بالستة وخسرتي بيها؟ لا والله أنا كنت شاكة إنه كانت باقيت لي 4 أضمات. وشاكة إنه 3 والأربعة فارغة طبعاً. اللي وياي يصير يعني ابن عمي صغير قال لي لا 2 نفتح 2 أساس هو شاطر بالبنك. فتحنا 2 وكان خسر. للأسف. هسا خما موجود يمك ودي يساعدك. لا أي همزين. ما يدوم. تعالي إن شاء الله تربحين. يلا يعني هسه نفتح الستة؟ والله ستة هيفاء إن شاء الله نفتح الستة. شوفي فكرة زين. وقبل أن نفتحها خليني أسلم وأرحب بالمتصل اللي حتكون بعدش اللي هو المتصل الثالث. مساء الخير ميامين. مساء الخير. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم. علينا وعليك إن شاء الله يا ربي. كل عام وانت بخير صحة وسلامة. ميامين شنو هالاسم هذا الحلو؟ الله يخليك أنت الأحلى. شنو معنى اسمك؟ والله هو يعني اسم يطلق يعني على الرجال الشجعان يعني معركة صفرهم ميامين. وانت اليوم شجاعة حتجيبين البات؟ ان شاء الله وياكم ومساعدكم. هي مسألة يعني حظ وتجربة، كل واحد ياخذ نصيب. ان شاء الله حظك حلو ميامين وتروحين ويانا وتجيبين البات. بس خليني ارجع على المتصلة الثانية حتى نكمل وياها اللعب، لان بقت لها اخر 3 عظمات. إذا ربحت ويانا فإن شاء الله تكون يعني خير عليك وأنت هم تربحين ويانا. فشوية وراجعين إليك يا ميامين. شكرا إليك. شيرين بقى الثلاثة والخمسة والستة. هسا يا عظمة نفتح حتى بعدها نجيب البات. ست هيفاء شنو تنصحيني؟ أخذ وسيلة مساعدة لو أفتح الستة؟ أنا للأسف ما أعرف. لا أنا أعرف أنت ما تعرفين. يعني هو رصيدك ووسائل المساعدة يعني براحتك، بس هم حاطيها للناس اللي تشوك واللي متخوفة وما تعرف تلعبات وشاكين بعظمة وخايفين يفتحوها ليطلع بيها البات، فحاطين وسائل المساعدة حتى تفيدكم لا أكثر ولا أقل. وأنا دائما أنصح تاخذون وسائل المساعدة أحسن ما تروحون خسرانين من الحلقة وزعلانين. تمام تمام. استيفا أخذ وسيلة مساعدة ثانية ما أجازف.
يلا هي الأخيرة طبعاً، الثانية والأخيرة رح نستخدمها بوقر رصيد $300، والعظمة حتنفتح، هي عظمة رقم، يا عظمة انفتحت لثلاثة. بقى الخمسة تتشكي بها فارغة شيرين؟ اي والله ست هيفاء، سبحان الله. بقى الخمسة والستة، ومنين حنجيب البات؟ طبعا الستة ما راحت، انا خايفة منها ما راحت. زين مبدئيا بشنو شاكة انت؟ والله انا اتوقع من رقم خمسة ست هيفاء، بس هم خايفة شوية من الستة. شو تقولين؟ يا مشكلة انه تسألوني واني ما اعرف، لو اعرف ولو 1% كان ساعدتك. زين شيرين منو يمك؟ المدى تسألين؟ والله خالة يمي، فما اعرف شو تقولين، خمسة لو ستة؟ توقعت بس ستة؟ واني اقول بالخمسة، شلون هسه؟ ستة هيفاء، ناخذه من الستة؟ نجيبه من الستة؟ شو تقولين؟ ساعديني شوية ستة هيفاء. أنا لو أعرف قلت لكم ولو 1% إلا ساعدكم، بس المشكلة يعني هو مو بإيدي، في الكمبيوتر للأسف. فهسه منين حنجيب البات؟ ستة هيفاء جيبيه من الستة وعليك يا الله. نجيبه من عظمة رقم ستة؟ يلا طيب جواب نهائية إن شاء الله يا رب يطلع بيها، أكيد من الستة؟ إن شاء الله. يلا نجيب البات من عظمة رقم ستة. يا الله أنا من يمي خايفة. المحبس بإيدك رسالة رصيدة. واو عفي عليك، وربحتي ويانا $300. مبروك عليك يا شيرين، ربحتي ويانا الحمد لله، تعبك ما راح بلاش، اليوم حظك حلو. للمرة الثانية تتصلين علينا وتربحين ويانا، خسرتي بالمرة الأولى، رجعتي اتصلتي بينا مرة ثانية وحالفك الحظ، واليوم حظك كلش حلو وربحتي ويانا $300. مبروك عليك يا شيرين، شكرا لك للمشاركة الحلوة. طبعا احنا دائما ننوه على هذا الموضوع، كل شخص يخسر ويانا يرجع يتصل بينا مرة ثانية، وإن شاء الله حظه حلو مثل شيرين ويربح ويانا. فإن شاء الله اليوم الحلقة كلها تكون رابح ويانا، ماكو أي خسارة. هسه نرجع إلى ميامين. ميامين شفت متصلة القبلة شيرين، ربحت ويانا الحمد لله مبلغ $300، وإن شاء الله وجهها خير عليك. ستة هيفاء ما في خاطر وياكم، هي مجرد المشاركة وياكم كافي. شكرا إلك، شكرا، هذا كلام كلش أعتز به، شكرا لحضرتك. هسه راح نبلش اللعب. مبدئيا راح اعرض عليك قصه المثل، قولي لي بالامثال زينه لو مو زينه؟ لا زينه. اوكي، وبالبات خلينا نقول نص ونص، لنقول نتشاءل نقول مو زينه. يلا ان شاء الله خلينا نشوف قصه المثل. يقول لك قريه بيها منجم الماس يحفرون به كل الناس، انهدم عليهم المنجم، اجي غريب لقى صواني نحاس بقريه ما بيها اجناس، أخذ الموجود بدون ما يتعب، هم صواني وهم ألماس، شنو هو المثل الصحيح؟ والله شو عارف يعني، إجا واحد على الحاضر لقى شغلات هواية تفيده، ها يا من تعب يا من شقي ويا من على الحاضر. عافية عليك، عبرتي مرحلة المثل، الإجابة صحيحة. هسه رح نبيت البات، هذا هو البات، خل تنزل الستارة حتى نبيت البات سوا، ونقول بسم الله. يلا رصيدك هو $500، وعندك 3 وسائل مساعدة، 6 عظمات مال الكمبيوتر، وإيدي اليمنى واليسرى. يا عظمة نبلش فيها ونفتحها أول شيء. ما عرفت بس شوية ساعديني، في إيدك فيها شيء كبير. ميامين بعدنا بالبداية، اعتمدي على روحك، وأنا اللي أقدر عليه أساعدك. يلا بعدك أول عظمة، بسم الله. يلا نفتح رقم 1 إن شاء الله. أكيد يلا نفتح عظمة رقم 1 وإن شاء الله تطلع فارغة، بسم الله. بسم
زين شنو رايش نفتح عظمه رقم 6؟ يلا نروح على رقم 6 لان انا شاكه بالواحد وبالثلاثة وبالخمسة بس مو معناته تعتمدين علي ها. انا دا اشك اوكي وشاكه بايدي يلا اشتركوا على كلنا مني هسه تقول لعد انت شاكه بالعظمات كلها مو البات قبل شويه كان بالستة ومو دائما يرجعون يخلوه بالستة فشنو رايك نفتحها اول شيء ان شاء الله نفتحها وبعدين نرجع على الواحد اذا انت حابه تفتحين الواحد يلا خلينا نفتح لا نفتح رقم 6 خلينا نفتح رقم 6 وان شاء الله تطلع فارغه بسم الله العب تلعبين عفي عليك بقى من الواحد للخمسه وايدي اليمنى واليسرى وثلاث وسائل مساعده نفتح رقم 4 عظمه رقم 4 أكيد؟ سيفا خوفيني كنت عم تقولي أكيد متأكدة؟ أنا لازم أكيد لأنه على آخر لحظة وتغيرون أي إن شاء الله نفتح رقم 4 نثبت يعني خلاص إن شاء الله يلا نفتح عظمة رقم 4 وإن شاء الله تطلع فارغة بسم الله يا الله تلعب وخوش تلعب عفي عليك تلعبين وخوش تلعبين ممتاز ناخذ وسيلة مساعدة نستخدم أول وسيلة مساعدة الرصيد صار 400 دولار والعظمة حتنفتح هي عظمة رقم الواحد طلعت فارغة أنا كنت شاكة فيها أنا كنت شاكة فيها يلا بقى الاثنين والثلاثة والخمسة وإيدي اليمنى واليسرى مو تنسيها زين إيدك هيا على إيدك خفيفة ولا ثقيلة أنتي اختاري واحدة من عدن حتى أقول لك خفيفة لو ثقيلة أكل إيدك اليسرى شو تقولين؟ هذه إيدي اليسرى نفتحها؟ شو تقولين؟ إذا ما بيجي شيء فتحيها إجابة نهائية؟ إن شاء الله عافية عليك تلعب وخوش تلعب تلعبين وخوش تلعبين هسه ناخذ وسيلة مساعدة نستخدم ثاني وسيلة مساعدة الرصيد صار 300 دولار والعظمة حتنفتح هي عظمة رقم الخمسة كنت شاكة بيه وهم طلعت فارغة ميامين هم طلعت فارغة الخمسة كل شي شاكة بيه طلع فارغ لا تعتمدون عليها بعد خلاص زين ايدك الثانية هذه ايدي الثانية بيها شي ما بيها شي ساعديني شو مبين شو تقولين انا عندي احساس ما بيها شي احساسك صحيح عفي عليك تلعب وخوش تلعب بقت اخر عظمتين بعد ما يصير خلاص ما تستخدمين اي وسيله مساعده لان بقى اخر عظمتين الاثنين والثلاثه ولازم هسه تقولي لي منين حنجيب البات ورصيدك هو 300 دولار بقى الاثنين والثلاثه نساعدنا اثنين وثلاثه ميامين فكري زين خليني ارحب بالمتصله اللي حتكون بعدك مساء الخير رمضان كريم مساء النور شلونك تبارك رمضان كريم صحة وسلامة إن شاء الله بارك عليكم على سالم الحمد لله تبارك منين تتصلين علينا؟ من شيخان شلون هالأجواء هناك بشيخان حلوة؟ إيه حلوة زين شلونك في البات هم تلعبون هناك بات؟ لا ولا ما لعبت من قبل ما لعبة بات قبل؟ لا يلا يعني اليوم أول مرة راح نلعب بات أنا وياك وإن شاء الله تربحين ويانا تبارك بس خليني أرجع على المتصلة القبلج وصلت آخر عظمتين الاثنين والثلاثة تبارك تخمينك البات وين بالاثنين أو بالثلاثة أقول بالثلاثة أنت شاكة تبارك بالثلاثة ميامين تبارك شاكة بالثلاثة أنت بشنو شاكة والله أنا هم كنا هنا أطفالي والبيت كلهم يقولون العائلة يقولوا لي بثلاثة وأنا ما أدري بالاثنين وظليت على الاختيار جيب البات أنت شاكة بالاثنين والكل شاك بالثلاثة فهسه منين نجيبها؟ ما أعرف بعد شوي يعني مساعدتكم منا المشكلة ما أعرف والله كان ساعدتك عفوا يلا هي مسألة حاضر وشطي يعني ما تقصر مجرد المشاركة وياكم هي وتعال شاء الله نقول بالثلاثة شكرا لك هسه بقى الاثنين والثلاثة منين حنجيب البات قلتي من الثلاثة؟
والله ان شاء الله نقول ان شاء الله نسافر. يلا ان شاء الله حظك حلو ويطلع بيها البات. نجيب البات من عظمه رقم 3 ونقول بسم الله ترجع باسم الشرقيه. للأسف ميامين طلع البات بعظمة رقم 2 و3. أعتذر منك وشاكرة اتصالك. هسه رح نرجع إلى تبارك حتى نلعب وياها بات، بما أنه تبارك أول مرة تتصل وأول مرة بحياتها تلعب بات، فإن شاء الله تربح ويانا وتجيب البات. تبارك كم نفر يمك؟ ولا أني وحدي. وحدك؟ إيه ولا مشجع ولا أي أحد يمك؟ والله الموضوع يقهر. يلا تبارك راح أعرض عليك قصة المثل وتقولي لي شنو هو المثل الصحيح، متفقين؟ ولا أنا مش شاطرة بالمثل بس مو مشكلة أنا أساعدك بالأمثال. الأمثال يعني أنا أقدر أساعدك بس البعدين لا. وأنت وين قاعدة تبارك؟ بالبيت؟ بالبيت. إيه؟ وكلهم طلعوا أهلك؟ إيه بس زوجي وابني طلعوا. أوكي يلا أنت بغرفتك قاعدة يعني؟ ولا واحد إيه؟ يمك؟ إيه يلا هسه رح أعرض عليك قصة المثل حتى تقولي لي شنو هو المثل الصحيح الراجع للقصة وبالأمثال أني أقدر أساعدك يعني سهل الموضوع. العفو. يقول لك تاجر عنده مصباح صغير فات بمدينة أساطير، يسأل أكو عندكم؟ وابو الاوتوكيو نايم وما دا يقول لي المثل. اكو عندكم بيت اشتري؟ قالوا له منو انت؟ قال لهم ملك الشعير. ما استقبلوه وصبحوا لقوا قصر كبير مكتوب عليه قصر ملك الشعير. شنو هو المثل الصحيح؟ المثل شنو الصحيح الراجع للقصه؟ يقول لك اجى العصر بنى الى قصر. هذا هو الاجابه الصحيحه. يلا اجى العصر بنى الى قصر. عفي عليك عبرتي مرحله المثل. هذا هو البات يا تبارك. راح نبيت البات سوا حتى تربحين ان شاء الله ويانا. يلا بسم الله بيدي بات. اوكي هسه بشنو نبلش؟ تبارك ركزي وياي هسه بشنو نبلش؟ نفتح رقم 2 اللي كان بيها من قبل. نفتح رقم 2 اللي كان فارق قبل شويه؟ ايه اكيد اكيد. يلا نفتح عبمه رقم 2 وان شاء الله تطلع فارغه بسم الله. العب تلعبين. عفي عليك. شلون بقى الواحد والثلاثة والأربعة والخمسة والستة وإيدي اليمنى واليسرى؟ شو تقولين نبدأ بإيدك؟ هياتي إيدي شو تقولين؟ نفتح اليمنى. يا عظمة نفتح بكيفك، إذا مترددة تقدرين تستخدمين وسيلة مساعدة. نفتح اليمنى. أكيد؟ أكيد. إجابة نهائية؟ إيه. شو تقولين انتي؟ براحتك. ايدي اليمنى فارغة. ايه بقت اليسرى والواحد والثلاثة والأربعة والخمسة والستة. نستخدم وسيلة مساعدة. نستخدم أول وسيلة مساعدة. الرصيد صار 400 دولار والعظمة حتنفتح هي عظمة رقم 6. ايه بقى الواحد والثلاثة والأربعة والخمسة وإيدي اليسرى. نفتح إيدك اليسرى شو تقولين؟ متأكدة؟ إيه. إجابة نهائية؟ إيه. عافية عليك. تلعبين وخوش تلعبين بقى. تلعب وخوش تلعب. العظمات مال الكمبيوتر الواحد والثلاثة والأربعة والخمسة ووسائل مساعدة. نستخدم وسيلة مساعدة ثانية. نستخدم ثاني وسيلة مساعدة. الرصيد صار 300 دولار
والعظمة حتنفتح هي عظمة رقم الأربعة. بقى ثلاث عظمات وآخر وسيلة مساعدة. يا عظمة بقى؟ بقى الواحد والثلاثة والخمسة ووسيلة مساعدة واحدة. ثلاثة والخمسة. نستخدم ثالث وسيلة مساعدة. نستخدم آخر وسيلة مساعدة. الرصيد صار 200 دولار والعظمة حتنفتح هي عظمة رقم واحد. بقى الثلاثة والخمسة ومنين حنجيب البات؟ يعني ماكم مساعدة والله ما أعرف بصراحة. والمخرج قال لي خليه بإيدك بس أنا ما لحقت أخليه بإيدي فبالكمبيوتر بقى لو بثلاثة لو بالخمسة. هسا ما أعرف وين مخليه على أساس بإيدي بس ما لحقت أخليه بإيدي. هذا هو البات. هسا منين نجيبه بالخمسة لو بالثلاثة؟ ولا اثنينات ممكن اشك بيهم من قبل بس والله هي يعني تبارك حيرة بصراحة. رصيدك هو 200 دولار. نجيب البات من رقم خمسة. اكيد اكيد نجيبه من عظمة رقم خمسة ان شاء الله. اجابة نهائية؟ ايه نثبت؟ ان شاء الله. يلا ان شاء الله يطلع بالخمسة ونجيب البات من عظمة رقم خمسة. بسم الله. المحبس بإيدك تستار رصيدك. المحبس بإيدك تستاهلين رصيدك يا تبارك. ربحت ويانا الحمد لله. شو ما فرحانة تبارك ليش؟ أنا فرحانة أكثر بس إني بوحدي ما أعرف شو سامي. صفقي. أنا فرحانة أكثر منك تبارك. على العموم مبروك عليك ربحتي ويانا 200 دولار الحمد لله. اليوم الحلقة أغلبيتهم ربحوا ويانا واللي ما ربحوا ويانا يرجع يتصل بينا مرة ثانية مثل شيرين وربحت ويانا اليوم الحمد لله. انتهت حلقتنا مشاهدينا. نتمنى أنه استمتعت ويانا بالمشاهدة. انتظرونا غدا إن شاء الله بنفس الوقت. مع السلامة.